على ان محطه المؤتمر الوطني التامل هي ليست فقط محطه تنظيميه، الهدف منها اساسا هو تغيير القياده او تجديد القياده، بل هذا شيء طبيعي في اطار التمرين الديمقراطيه الداخليه التي دائبنا عليها ودرجنا عليها داخل الاتحاد الوطني لشغل المغرب. ولكن ايضا ان المؤتمر يعني بالوعي ديال المناضلين والمناضلات ديالو هو يستدعي اللحظه التاريخيه بمختلف الابعاد ديالها السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه، وبالتالي فلا كان لزاما علينا ان يكون المؤتمر هو ايضا فرصه لبلوره اختيارات مستقبليه من اجل مواجهه هذه الازمه الاجتماعيه يعني المتناميه في صمت. وبالتالي اذا شاء الاخرون على ان يتوطؤوا على هذه اللحظه بالصمت، فالاتحاد الوطني للشغل المغرب عليه ان يغتنم ويستثمر فرصه المؤتمر والتئام المناضلين والمناضلات لمطرحه الاسئله الحارقه والاسئله الجوهريه بشكل جماعي كما قلت، من اجل ان ننضج مقاربات واختيارات ورؤى نقابيه ونضاليه لكي تضع منظمتنا ان شاء الله في التموقع الصحيح في سياق هذه التحديات للاجابه عليها. واظن على ان المغرب في حاجه الى تنظيمات قويه، في حاجه الى تنظيمات تمتلك رؤى، تمتلك كذلك بدائل حقيقيه من اجل التجويد ديال الوضع الاجتماعي والاقتصادي. واظن ان الاتحاد الوطني للشغل المغرب بوعي مناضلاته ومناضليه قادرين على فعلا ان ينتجوا اجوبه يعني تعانق هذا الافق الذي نطمح اليه جميعا. اما المساله ديال التغيير ديال الامين العام او انتخاب امين عام جديد او قياده جديده، فاظن على ان هذه كما قلت في البدايه هو يعني تمرين سيمر في اطار احترام الكامل لاراده المؤتمرين والمؤتمرات، واظن على الاتحاد الوطني للشغل المغرب سيخرج اكثر قوه للقيام والاطلاع بمهامه النقابيه والنضاليه في المستقبل ان شاء الله.